مساء النور صاحب مطعم مكسيكانوس ببروكسل. انت واحد من الجالية المغربية هنا القاطنين بالديار البلجيكية، بغينا نعرفو كيفاش درتي هذا المشروع ديالك، كيفاش طاحت عليك الفكرة، خصوصا كتستقطب تبارك الله غير الفنانة الكبار المعروفين كيجيو عندك يتعشاو وتعرفتي تبارك الله بيناتهم. السلام عليكم ومرحبا بكم. هذا النهار عندي واحد النهار كبير 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 بزاف. حدايا واحد الهرم هنايا اللي هرم كبير وكبير 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 اللي عندنا عزيز فاس وكبرنا معاه كبينا معاه وحفظنا الاغاني ديالو والحمد لله حققت انا بعدا واحد الامنيه ديالي جا عندي العسري هنايا المعهد. زيد تفضل السي نبيل. ومعنا السي عادل العثماني حتى هو ديالنا، مرحبا به. ونهار كبير هذا ومن هذا المنبر ديالكم كنقول له شكرا على حسن الضيافه وفضيلتينا في مدينتنا. مرحبا به مرحبا به اللهم تعالى كبر بك. حنا الفكره ديال هذا المطعم هذا مكسيكانوس جاتنا انا والشريك ديالي نبيل. دابا عندنا هنايا واحد علينا عامين باش حلينا هذا المحل هنايا في مولانبيك، وحنا عندنا طبخ ديالنا 100% مكسيكان. توسكي مكسيكان عندنا يعطيكم الصحه ويعاونكم ريحتك ابار. عندنا لومبيونس كنديروا له نهار الجمعه والسبت كتكون عندنا بلغمات مغربيه، دونك عندنا واحد المزيج ما بين المغرب والمكسيكان هنايا في المكسيكانوس. معنا سي نبيل اللي هو الشريك ديالي هنايا في المحل. يعني انا كنت في اكسل ودابا تحولت لهنايا مولانبيك، اللي هو هنايا في مولانبيك من 2000 كنظن هو كان عنده المطعم ديالو هنايا في مولانبيك. دابا الحمد لله هذه عامين وحنا خدامين بجوج بينا. وبالنسبه للفيروس كورونا اللي تفشى في الديار الاوروبيه وبزاف ديال التخوفات كاينه ديال المغاربه، ممكن تحكي لنا تجربتكم مع هذا النوع ديال الفيروس وكيفاش كتعيشوا مع الوضع ديال فيروس كورونا؟ ما اختي الله يحد الباس والله يبعد البرا الله يبعد علينا، حنا خدامين في الماكله اختي. هذا الفيروس مازال كنسمعوا عليه غير بعيد، كنتمنى من الله ما يوصلنا شيء. كنظن بان السلطات البلجيكيه ولا وزاره الصحه راهم اتخذوا الاجراءات ديالهم الكامله، ولكن انا تنقول لكم من هذا المنبر هذا الله يبعد علينا البلا. وشايل لها مولاي ادريس ها شايل لها مولاي ادريس وهو العسل اللي يسمع المشاهد علينا.